يستمر هبوب الرياح الشماليه الغربيه النشطه السرعه في عموم المنطقه الشماليه الوسطى والشرقيه من السعوديه خلال ساعات نهار اليوم الاحد بحول الله وبالتالي تكون الفرصه مهيئه لتشكل موجه غباريه جديده تتحرك من منطقه جنوب العراق باتجاه منطقه حفر الباطن ثم لاحقا باتجاه المنطقه الشرقيه واجزاء من منطقه الرياض ياتي نشاط هذه الرياح الشماليه الغربيه كنتيجه لاندفاع لمرتفع جوي من شمال غرب المملكه بالتزامن مع وجود منخفض جوي فوق الاراضي الايرانيه يعمل هذا الالتقاء المنخفض الجوي والمرتفع الجوي لنشاط في الرياح الشماليه الغربيه في عموم المنطقه الشماليه والشرقيه من المملكه بحول الله